ليكيب تيب لعبت ما شاء الله في برج جمعيات عندك جريل لتوال لاسبيرانس دوسلدورف الوحده في الامارات سي اس اس الملعب التونسي باش ما نسيت ذكرني لتوال وتوا في ابها مش تعملي تشكيله لعبيه لعبت معاهم لعبت معاهم التوانسه حتى اجل حتى مش مشكله المهم لعبت معاهم مش اسمع انا في كل باص بنحط لك زوز انا لا واحد عادي مش انا مش نعطيك الاونز نعطيك خمسه بناك ما يصيرش في الجارديانات مع صاحبي وعشيري اللي هو فاروق والجارديان معنا تبع عبد العال كان في نابورك وين مشيت ضي رايسر على اليمين اي على اليسار على اليسار هذا وعلى اليسار فما مرتضى بن وناس وعلي مالور ايش كل نور نحط مرتضى باهي طبعا عندك جوز بناك باهي ياسين مليئة مع شكون معها خالد السويسي وبيلا العيفة بابا بناك بيلا العيفة خالد السويسي وعلي مين علي مين أفول في الوسط في انت بيفو لا لا انا مش نحن نترونير خلينا نترونير زقاوة الله يرحمه الله يرحمه وسام يحيى اي انا قاعد نختار لك تولي في تونس ما مش لازم نمشي باش تمنع روحك لا ولا لا ثم برشا زيد البر لعبت معه ثم هذا لعبت معه اسمه بنجا عمري ما شفته ده كان في تالي بي وقلنا الزقاو الله يرحمه ويسام يحيى ياسين شيخان باي القديم قديم نمشي نلعب كات كات انا بيزوز على اطراف عندك يوسف مساكني اي اللي ما غادي حط فيهم واحد بناك صحابي و نحبهم برشا مال حناشي ولا علي المرزوق ايش كون بناك حطوا نعبوا ميتو ميتو حطوا مهر شكون يبدا باهي مهر يبدا مازال لك واحد يانيك يانيك نياك باهي خذيت على بناك مش برشا كانت هذه ليكيب تيب ليكيب تيب